وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في زيارة عمل وتفقد لولاية بجاية. أشرف أحمد بداني وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال زيارة العمل وتفقد التي قادته إلى ولاية بجاية على افتتاح الملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات البحرية تحت شعار تربية المائيات البحرية رهان المستقبل، والذي حضره المدراء الولائيين للصيد البحري، مدراء الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات من مختلف ولايات الوطن. إذن أود في البداية أن أعرف لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن قاطني ولاية بجاية عاملة وضيافة، أن أرحب بالسيد معالي وزير الصيد البحري والمنتجات البحرية الصيدية وبضيوفنا الكرام الذي قد أقدموا إلينا اليوم من مختلف ولايات الوطن الحبيب ليشاركوا هذا الملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات البحرية تحت الشعار تربية المائيات البحرية لهام المستقبل. يسعدني في بداية هذه الكلمة الافتتاحية أن أتوجه بالشكر إلى السيد والي ولاية بجاية على حضور الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء ورعايته لهذا اليوم الدراسي حول الاستثمار في تربية المائيات البحرية والذي حمل الشعار تربية المائيات البحرية رهان المستقبل. كما أتوجه بالشكر للحاضرين من مهنيين وإطارات على تلبية الدعوة للمشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي. Monsieur le ministre, nous sommes contents que notre wilaya soit choisie parmi les 14 wilayas côtières pour organiser cette activité, ce séminaire à caractère scientifique, je dirais, qui se caractérise par. Il s'agit donc une activité d'aquaculture, qui est une activité côtière maritime de fait, mais beaucoup plus, on parle des investissements. Donc, elle est scientifique du moment qu'on parle des investissements de la banque de l'assurance. مرحبا يسمن غرف قيوات بالكيلة En ce qui concerne les programmes qu'on a déjà réalisés, il y a 916 cases pour les pêcheurs, d'un coût de 250 millions, elles ont déjà été réalisées et distribuées. Il y a un abri de ramontage, station d'avitaillement. L'abri de ramontage, oui. Réalisé en exploitation. La station d'avitaillement, on a demandé un permis de construire. Normalement, il y a maintenant, on va le récupérer pour procéder à la réalisation d'une nouvelle station. Il y a déjà une station qui existe, elle appartient à un investisseur, mais elle est dans un état de délabrement avancé. البلدان المجاورة لنا الآن الحمد لله راح يقوموا كل عملية إصلاح الملاهي هنا يعني محليا بأسعار يعني مخفضة مقارنة بالبلدان الأخرى. الآن نسعى لتوسيع هذه الاتفاقيات على ريناب على المستوى كل بواخر الصيد، وأيضا بالنسبة لتربية المائيات قضية لاسيورونس التأمين بالنسبة للتربيات هي حاجة إجبارية لأنك تلاحظوا مع المحلي. بالتالي إن شاء الله راح نرافقوهم، وعندنا اجتماع الأسبوع القادم راح يكون عندنا اجتماع مع الجمعية للدخول في كل الجزئية. شكرا جزيلا. شكرا لكم عليكم. مزرعة بوجي فيش في ديكسيلا مستثمرين منذ 2017، رانا في العام السادس السيزيام سيكل. ان شاء الله طموحين، ان شاء الله نزيدوا مناصب شغل من فوق ونرفعوا نسبة القدرة، نرفعوا لا كونتيتي يعني كما نقولوا
للمستهلك ونوفروا غالين منتوج للمستهلك الجزائري. متلينير ان كي دو 167 متلينير ان كي بور لا بريد ماريتيم دو 50 متلينير.